كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد على القناة. اليوم ارتأيت في هذا الشهر المبارك أن أبدأ سلسلة على قناتي فيها بعض المواعظ لي ولكم، والتي أتمنى أن تنال إعجابكم، وقد أسميتها سلسلة ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد ارتأيت أن أستهل أولى حلقاتها بتذكير نفسي وإياكم بفضل القرآن الكريم، حيث يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا إن نزل على جبل الذي هو جماد، فماذا لو أنه نزل بقلبي أو قلبك أنت أو أنت، فقرأناه وتدبرناه وعملنا بما جاء فيه، فهو بركة ونور للأبصار وشفاء للقلوب والأرواح وشفيع في القبر ومعين على الصراط ويرفع الدرجات في الجنة، حيث قال الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر ما قرأته. فاعلم أخي وأختي أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فعجبا لأمر القرآن الكريم، فقد قيل أن جبريل عليه السلام أصبح أفضل الملائكة لأنه نزل بالقرآن، وأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أصبح سيد الخلق بفضل القرآن الكريم، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أصبحت خير أمة أخرجت للناس ببركة القرآن. هذا القرآن الذي نزل في شهر رمضان، فأصبح هذا الشهر من أفضل الشهور، ونزل القرآن في ليلة القدر، فأصبحت هي خير الليالي. فماذا عني وعنك؟ فماذا لو ينزل القرآن بقلبنا؟ والله ما نزل القرآن على قلب أحدنا فتدبره وتعلمه وعلمه وعمل به إلا أصبح أفضل الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهل فعلا ندرك قيمة القرآن؟ القرآن الذي كان وسيظل منهج بناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوق نجاة لكل حائر. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وجعل بيوتنا تسطع من نوره، ورزقنا الله فضله وبركته، وأهلنا وذوينا ورحمة لموتانا وموتى المسلمين إلى يوم الدين، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونأى بنا عن التفاهة المنتشرة هذه الأيام وعن التافهين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خاتم المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور.